النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية مساء الخير، نبدأها مع العناوين. لقاء تكاملي بين التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تعميق التعاون في مجال الصحة الإنجابية. دورة تدريبية على الوسائل التعليمية بمشاركة 60 متدربا من مدرسي مواد التاريخ والجغرافيا والعلوم في حماة. عمليات تأهيل وترميم لمدرسة مصطفى الأمين للتعليم الأساسي في حي الشيخ ياسين بدير الزور. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى وزير التربية الدكتور دارم طباع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور لؤي شبانة ومدير الصندوق في سوريا الدكتور عمر بلان ومدير مشروع الشباب ريم بجاري، وتناول الحديث سبل التعاون بين الجانبين في مجال الصحة الإنجابية والعنف والسكان والتنمية والشباب. الوزير طباع أكد خلال اللقاء أن الوزارة ترحب بتعميق التعاون مع الصندوق في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الصحة الإنجابية، حيث تركز الوزارة على ورشات للموجهين وأساتذة العلوم، وتقدم معلومات في مناهجها الدراسية بشكل علمي وتدريجي، وتطوير هذه المفاهيم في مرحلة التعليم الثانوي، لافتا إلى أهمية تبادل الأفكار مع الصندوق لا سيما في الوقت الحالي بعد الحرب لوجود فتيات خارج المدرسة، الأمر الذي يتطلب توعية المجتمع من خلال الأبناء، مبينا ضرورة التعاون في مجال العنف من خلال إعداد مشروع مشترك، ومنوها إلى أن الوزارة لديها مشاريع في هذا المجال مع اليونيسيف عبر العمل على تحسين البيئة الاجتماعية. أنا اطلعت على البرامج المشتركة مع وزارة التربية وتشجعت جدا بنتائج هذه الشراكة، خصوصا ما يتعلق بأنه المدخل التعليمي هو مدخل مهم للتثقيف في جميع المجالات التي يعمل بها الصندوق. احنا مستعدين دائما لتقديم المزيد من الدعم في مجال ميدان تفويض صندوق متحدة للسكان بالتعاون مع الوزارة. التعاون مع الفريق الوزارة وفريق الصندوق على المستوى العملي وعلى المستوى السياساتي هو ممتاز وأكثر من ممتاز، وهذا أيضا تشجعنا لأن ننقل التجربة الموجودة في سوريا إلى بلاد أخرى. تتابع مديرية التربية في حماة بناء على خطة وزارة التربية تنفيذ الدورات التدريبية للمدرسين في مختلف الاختصاصات. وليد سلطان وهذه التغطية. تتابع مديرية التربية في حماة بناء على خطة وزارة التربية تنفيذ الدورات التدريبية للمدرسين في مختلف الاختصاصات. ضمن خطة وزارة التربية، مديرية التعليم، دار تقنيات التعليم، تقيم وزارة التربية دورات تدريبية على الوسائل التعليمية تستهدف كافة المعنيين باستخدام الوسائل. دورة اليوم هي دورة لمدرسين العلوم ومدرسين الجغرافيا. الهدف منها هي التأكيد على أهمية الوسيلة التعليمية بالعملية التربوية، بالإضافة على التأكيد باستخدام الوسيلة بشكل دائم لما تحمله من أهمية بإيصال المعلومة بشكل أسرع ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. تهدف الدورة لتعريف مدرسي المواد الاختصاصية على الوسائل التعليمية المساعدة في المنهاج لإيصال المعلومة للطالب بشكل صحيح. طبعا نحن خلال العطلة الصيفية مستمرين بتدريب لمدرسينا سواء كانوا اختصاص جغرافيا أو تاريخ أو بقية الاختصاصات لتعزيز مهاراتهم وتعزيز المادة العلمية. هذا وتم تأكيد خلال الدورة على ضرورة استخدام الوسيلة التعليمية لتعزيز معلومات ومهارات الطالب. دورة عطتنا أهمية أنه الوسيلة تعتبر جزء من الدرس، بتفيد كثير الطالب، بيستوعب أكثر مثلا أنه الدرس. الوسيلة التعليمية دائما بتكون داعمة للطالب والمدرس. هلا هي الوسيلة كيسة أنه عم توصل المعرفة وعم توصل المعلومة لكل طالب، وإن شاء الله بنستفاد منها. الوسيلة هي بتحفز الأستاذ والطالب على أنه يأخذ فكرة أكبر عن التعليم، وهي يعني مع الشرح الأستاذ تعتبر الوسيلة هي الأساس. وزارة التربية تولي جل الاهتمام بمسألة التأهيل والتدريب للكادر التدريسي والتعليمي في الميدان التربوي للإطلاع على الوسائل التعليمية الحديثة. وللسلطان الفضائية التربوية حماة. تواصل مديرية التربية بدير الزور دائرة الأبنية المدرسية تأهيل وترميم المدارس التي طالتها يد الإرهاب خلال سنوات الحرب، وقد أنهت أعمال التأهيل في مدرسة مصطفى الأمين للتعليم الأساسي في حي الشيخ ياسين. مراسلنا فاروق المضحي أعد لنا التقرير الآتي.
في إطار التوسعة والتخفيف من الضغط على المدارس المكتظة، أنهت مديرية التربية بدير الزور أعمال الصيانة في مدرسة مصطفى الأمين للتعليم الأساسي، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية. تقوم مديرية التربية بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية ومنها منظمة الإسعاف الأولية بإعادة تأهيل لعدد من المدارس. منظمة الإسعاف الأولية قدمت مدرسة مصطفى الأمين وستكون بالخدمة في بداية العام الدراسي القادم. أيضا مديرية التربية ضمن خطة الاستثمارية وخطة الخدمات وصندوق التنمية دير الزور وبالتعاون مع المنظمات الدولية والخدمات الفنية أيضا يقوم بتأهيل عدد أو عشرات المدارس في ضمن محافظة دير الزور ريف أنواء مدينة. طبعا عدد مدارسنا في العام الدراسي الماضي أو المنتهي 21-22 كان 360 مدرسة، الآن في العام الدراسي القادم 22-23 ستضع عدد من المدارس في الخدمة لاستقبال أبنائنا الطلاب. وشملت أعمال الصيانة تأهيل الغرف الصفية والمرافق العامة لتكون في الخدمة بداية العام الدراسي المقبل. ضمن خطة التعاون الدولي بين المنظمات الدولية ووزارة التربية، تم إعادة تأهيل وصيانة مدرسة مصطفى الأمين الحلقة الأولى في حي الشيخ ياسين. شملت الأعمال تركيب أبواب وصيانتها والنوافذ والكهرباء والمرافق الصحية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة 22 غرفة صفية. تمت هذه الأعمال بالتعاون مع منظمة البيو آي، منظمة الإسعاف الأولي. قامت مديرية الخدمات الفنية بصيانة 24 مدرسة، ومديرية التربية بدير الزور بصيانة 21 مدرسة، والمنظمات الدولية بالتعاون مع وزارة التربية قاموا بصيانة 33 مدرسة، فيكون عندنا مجموع المدارس في هذا العام 78 مدرسة في محافظة دير الزور. وتعمل مديرية التربية على إعادة تأهيل وترميم كافة المدارس المدمرة لتكون جاهزة وتعود لاستقبال الطلاب على مقاعدها الدراسية. التربوية السورية فاروق المضحي، دير الزور. بالتعاون مع مديريتي التربية والثقافة وفرعي طلائع الباس، تقيم مكتبة زرقاء اليمامة بالسويداء مسابقة القارئ الصغير للعام الثاني على التوالي. سماهر دنون والتفاصيل. بأيديهم الصغيرة حملوا قصصهم وتوجهوا برفقة أمهاتهم إلى هنا حيث مكتبة زرقاء اليمامة بالسويداء للمشاركة بمسابقة القارئ الصغير في عامها الثاني المقامة بالتعاون مع مديريتي التربية والثقافة وفرع طلائع البعث والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية وغيرها. انطلاقا من شعارنا ينتهي العلم حيث يبدأ الجهل والقراءة هي غذاء العقل والروح، اليوم انطلاق مسابقة القارئ الصغير للموسم الثاني على التوالي بإقامة مكتب الزرقاء اليمامة. هذه المسابقة بالتعاون ودعم من مديرية التربية في السويداء والمركز الثقافي وطلائع البعث، بالإضافة لوجود شركاء استراتيجيين، دفاتر مزيك، مطبعة الألماسي، بالتعاون مع مركز قدرات، مؤسسة إنانا. تأتي هذه المبادرة بالتشاركية ما بين مديرية التربية ومكتبة زرقاء اليمامة، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى العودة إلى الكتاب وإبراز أهمية الكتاب في حياتنا وفي ثقافة الجيل، وهي مهمة جدا من أجل التهذيب السلوكي ومن أجل أيضا رفع المهارات والقدرات الإنسانية والأدبية. تتيح هذه المسابقة المشاركة للأطفال ممن هم داخل سوريا وخارجها، وتهدف إلى تعزيز ثقافة المطالعة وتنمية شخصية الطفل من النواحي النفسية والاجتماعية والعقلية ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع. أهمية القراءة هي غذاء الروح، تنمي العقل، وبتزيد الاهتمام بالكتب والقراءة والمعرفة. القراءة تغذي العقل وبتخليني أحقق طموحي إني أصير طبيب. جايب معي 10 قصص بدي شارك بمسابقة القارئ الصغير. جايبي معي 5 قصص بدي أقرأهن بمسابقة القارئ الصغير وبدي أقرأ شعر. تستهدف هذه المسابقة تلاميذ من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي وتستمر حتى الأول من آب من العام الحالي. للتربوية السورية سماهر دنونا، السويداء. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا ميدالية برونزية وأربع شهادات تقدير لسوريا في الأولمبياد العالمي للفيزياء.
أهلا بكم من جديد. تواصل مواهب الأولمبياد العلمي السوري تألقها على المستوى العالمي ومنافساته الكبرى، حيث أحرز فريق الأولمبياد العلمي السوري للفيزياء ميدالية برونزية وأربع شهادات تقدير في الأولمبياد العالمي للفيزياء الذي نظمته سويسرا عن بعد خلال الفترة ما بين 11 و13 من تموز الجاري. وذكرت هيئة التميز والإبداع أن 375 طالبا وطالبة من 75 دولة شاركوا في هذا الأولمبياد، حيث شملت المنافسات اختبارين نظري وعملي. الطالب أيهم عودة بالجد والعمل حصل على المرتبة الأولى للثانوية العامة الفرع العلمي على مستوى محافظة حما بمجموع وقدره 2900. بعدما رسم خارطة طريق النجاح، ها هو الطالب أيهم يصل إلى هدفه. طبعا يوم إصدار النتائج أنا كنت متوقع أنه بدينا لهذا المجموع، والحمد لله يعني تم بتوفيق الله، الحمد لله وصلنا لهذا المجموع. طبعا أنا كنت متأمل فيه من أول السنة، وحطيت جدولي ونظمت، دائما كان عندي تنظيم وقت سواء للدراسة سواء للطلعات برا البيت سواء للاستراحة. طبعا أساتذتي ما قصروا معي الحمد لله، كانوا دائما داعم لي وشرحهم كان وافي لكل منهاج. طبعا كان فترة الفحص كانت فترة مريحة، كان مركز فحص هادئ، قدرنا نقدم بارتياح، السلالم كانت منصفة لكل الطلاب، والحمد لله بتوفيق الله وبالدعم الكل اللي بيحبوني وصلت. سعادة بالغة وأجواء من الفرح تعم المنزل بأكمله. هلأ بالنسبة لأيهم ابني، هو من طفولته كان مميز بين كل أقرانه، حتى مميز كان بالنسبة لإلنا على مستوى العائلة، لأنه هو من وقت اللي كان صغير بالروضة كتير بحب الثقافة، كتير بحب العلم، كتير كان يطالع، كان كتير مثقف. ودائما كنا نحن هون بالبيت نقول له أنه الثقافة بتفيدك، لأنه أنت لما بكون عندك معلومات ثقافية كبيرة أكيد منهاجك بالمدرسة رح يكون كتير بسيط، لأنه أنت عندك معلومات أكبر. وهو مشي على هي القاعدة طول حياته، حتى من وقت اللي كان بالروضة للمرحلة الابتدائية، بالإعدادي بالثانوي كان مخصص مع دراسته وقت للثقافة العامة، لأنه هو عنده كان هي القناعة دائما. طبعا نهدي هذا الإنجاز الحلو لقيادة الحكيمة السياسية والإدارية في محافظة حماة، وأكيد للقائد المفدى الشاب حافظ أسد وللسيدة الأولى. ونحن نتمنى بالمستقبل أنه هالولد الواعد يصل له فرص عمل جيدة ويحقق طموحه وحلمه. كثير ناس بتشكي من الوقت، يعني المادة وقتها غير كافي، أنت كيف هيك حليت الأسئلة وحصلت على علامة تامة معظم المواد؟ كيف كان الوقت له دور؟ تنظيم الوقت طبعا مهم من أول ما يبلش الطالب، ما في شيء اسمه تأجيل لبعدين، لأن كل لحظة هي مهمة سواء من البداية أو من النهاية. الفترة الأخيرة طبعا كثير مهمة لأي طالب، بس لازم يكون بلش بجدية من بداية الدراسة، لازم ننظم وقته سواء بين الدراسة والاستراحة. في وقت كافي لكل شيء الحمد لله، يعني النهار كامل 24 ساعة بيقدر ينام، بيقدر يدرس، بيقدر يطلع برا البيت، وخصوصا إنه بده يبلش بكير ومنهاج بتلحق الحمد لله. كنت دائما ضد دروس خصوصية، ما عندي أي يعني ما بشوفها انه مناسبه لاي طالب، خصوصا انه هي فيها تضييع وقت، والطالب ممكن يطلع برا البيت اما يرجع البيت ما راح يدرس، دراسه البيت مهمه. وطبعا اساتذه المدرسه الحمد لله ما بيقصروا، المنهاج بيتدرس مع الاساتذه بشكل ممتاز. طبعا اي طالب عنده طموح قادر يوصل له، هن اثناء السنه بدهم يعرفوا انه هن راح يمروا بصعوبات، راح يمروا بمشاكل، هذا الشيء طبيعي، ممكن يصيبهم احباط، ممكن يصيبهم ملل. انا بنصحهم دائما يكون عندهم الحافز، يكون هدفهم هو دائما يروح عندهم حاله الاحباط، دائما هدفهم لازم يكون قدام عيونهم، هو اللي بده يخليهم يضلوا ماشيين لقدام رغم كل الصعوبات ممكن تعطر طريقهم. دائما بنصحهم تنظيم الوقت لانه هو مفتاح النجاح، والهدف هو اهم شيء. طبعا بدهم يعرفوا انه هدفهم ما له سهل، وصول له بده جد كبير، بس هن قادرين دائما اذا كان عندهم طموح. جد ومثابره وتنظيم للوقت هو الاهم في ترتيب الاولويات لتحقيق الطموح. بدي كفي دراستي الجامعية بمجال الطب إن شاء الله، بدي حاول دائما أكون على مستوى عالي بمجال الطب، بدي حاول كمان بس خلص دراستي الجامعية وصل على مستوى عالم إن شاء الله ويصير لي اسم معروف على مستوى العالم. أيهم عودة مثال الطالب المثابر المجتهد، وضع هدف نصب عينيه فأصاب الهدف وحقق ما يبتغيه. نتمنى لجميع طلابنا التوفيق والنجاح، مبارك لأيهم هذا التفوق. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. لقاء تكاملي بين التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تعميق التعاون في مجال الصحة الإنجابية.
دورة تدريبية على الوسائل التعليمية بمشاركة 60 متدربا من مدرسي مواد التاريخ والجغرافيا والعلوم في حماة. عمليات تأهيل وترميم لمدرسة مصطفى الأمين للتعليم الأساسي في حي الشيخ ياسين بدير الزور. كان هذا كل ما لدينا، شكرا لحسن المتابعة، بأمان الله ورعايته.